السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على عبد السلام الوادو، يستبعد المنتخب المغربي من التاج الإفريقي، يعني وين قال مازالت بعيدة عليهم. وقال النجم المنتخب المغربي السابق عبد السلام الوادو أن المنتخب المغربي غير مرشح للتتويج بكأس أمم إفريقيا المقبلة بالكوت ديفوار. وفي تصريحاته لموقع يعني يرى عبد السلام بأن بالرغم من أن المنتخب المغربي مرشح للتتويج بالكران إلا أنه يرى عكس ذلك. أتمناه الخير، شوف كل واحد يتمنى الخير في بلاده، يتمناه الخير يجي الخير. هذو هما ذاك تاع من يقعد للامطار يقول لك سيدي قدح، هذو هما هذا الناس، يعني قاع الناس فرحانه، قاع الناس منا واحد من واحد منا، كل واحد باغي بلاده تدي، كل واحد باغي بلاده تدي. تروح تشوف انت يا تصيب غينيا استوائيه يقول لك احنا ماذا بينا نشاركوا ونوصلوا لابعد نقطه ولا ندوها ولا تكون مفاجاه ولا كيما 2012، شكون اللي كان يقول زومبيا غادي تديها؟ مكاش لي كان غادي، مكاش لي كان يقول زومبيا غادي تديها، وديتها زومبيا، واو لله. نيجيريا مكاش لي كان غادي يقول مكاش لي كان يقول نيجيريا غادي تديها في ذاك الوقت وديتها. كوت ديفوار 2015، كاميرون 2017، شكون كاميرون؟ كانوا غادو كانوا غير دراري، هذا اي كامبي، هذا الاخر، بزاف لعابه كانوا دراري، كانوا ما كان والو، وربحوا مصر 2-1 وداوها. كانوا خاسرين مع مصر، كانوا خاسرين 1-0 مصر بريمير ميطو، ربحتهم 1-0 دوزيام ميطو الكاميرون قلبت الطابله، واو لله. شكون اللي كان يقرا؟ يعني وين نعاودو نولو، وين يلعب المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا في المجموعة السادسة بجانب منتخب الكونغو الديمقراطية وزومبيا وتنزانيا. وأضاف عبد السلام قائلا: حسب رأيي المغرب ليس مرشح، لأنه وبكل بساطة كأس أمم إفريقيا هي نوع يعني مختلف من المسابقة. وأكد المتحدث ذاته على أنه ينبغي على المنتخب المغربي أن يستعد جيدا ويحترم منافسيه، لأنه لا توجد حاليا منتخبات صغيرة في إفريقيا على حد قوله. وتبع: الظروف في كأس أمم إفريقيا ستكون مختلفة عما كان عليه الحال في كأس العالم، وأنتم تعلمون أنه من الصعب دائما ترشيح منتخبات بلدان شمال إفريقيا عندما تقام المسابقة في أدغال إفريقيا. على دتها جنوب افريقيا، على الاخرى ما وصلتش فينال، كيسموها تونس وصل فينال، على مصر مشي مضاريه تديها 2008، مصر من جابتها 2008، هذيك هي زعما مصر، هذيك اللعب تاع 2008 لعب مشي قصرة لعب، جابوها لعب سورتو تاعهم، ربحوا دومي فينال، ربحوا غانا وربحوا الكاميرون 2008 لعب. انا نقول لكم على ما كي تقول باللي شمال افريقيا ما تديهاش، تديها شمال افريقيا، تونس، مصر دائما تعطي المثل، مصر دائما تعطي المثل. لا مصر ما جابتها بوركينا فاسو، جابوها بوركينا فاسو. على المغرب من جابوها 76 من جابتها المغرب، مالك على الجزائر كطلبة مشي وصلت في لاغوس، وصلت فينال مع نيجيريا، واو لله. هذه الهضره هذه تاعكم، هذه هضرتكم ذا العام تحوسوا تطلعوا المال العقبه، المغربيه اللي غادي تديها، المنتخب المغربي هو اللي غادي يربدها، ما التالي لا. انا نقول لك، وتبع: الظروف في كاس امم افريقيا ستكون مختلفه عما كان عليه الحال في كاس العالم. انتم تعلمون انه من الصعب دائما ترشيح منتخبات بلدان شمال افريقيا عندما تقام المسابقه في ادغال افريقيا. ووصل: لا اقول ان منتخبات شمال افريقيا لا يمكنها الفوز بالكار، تستطيع التتويج، ولكن لا اضعها ضمن المترشحين
بسبب طريقة يعني والمشروع مشروع الأندية الذي يعتمد على الاستحواذ والسرعة في تحولات بالكرة. واستدل يعني قال بالنتائج التي حققها المنتخب المغرب في مباريات الودية الأخيرة، حيث قال النتائج الأخيرة للمنتخب المغرب بعد كأس العالم لا تمنحنا الكثير من الثقة، رغم أنها مباريات ودية، وأعتقد أنه يجب على المنتخب المغربي الآن نزول من السحاب. وشدد المدافع ران الفرنسي السابق على ضرورة تعديل طريقة اللعب المنتخبات الإفريقية وتنويعها من أجل رفع حظوظها في التتويج باللقب الإفريقي. بصح كاينه واحد الحاجة نقولها لك، على بالك تتبع المغاربة، مباريات التحضيرية تاعهم قبل كأس العالم، قبل كأس إفريقيا، على بالك بلي كتبهم الريتم تاعهم نازل، عارف بلي غادي يوصلوا كيما شفناهم في الكوب دي موند، كاليفيكاسيون كوب دي موند، وزيد كيما على بالك تشوفهم وصلوا 2011 كان قادهم ذاك جيريس، مش يهودوا وين يا ربي وين داروها، وين داروها جنوب افريقيا وقيلا داروها، مش يهودوا طامعين بيجيبوها ماتش ما طيقوش لي ماتش اميكو لي ماتش اوفيسيال ما طيقو تا ماتش، واو لا كي وصلوا على بال 86 كي تدخل الارقام تاع 86 على قبل لا يلعبوا، يدخلوا في الكوب دي موند، على بال بلي كان النتائج تاعها ما كانش اللي كان مرشحها بلي غادي تجيب نقطه من الكوب دي موند، ما كانش لي كان فات الدوزيام تور، اول منتخب عربي وافريقي فات الدوزيام تور، عاودوا ولوا الارقام هذه هي. انا ان شاء الله يا ربي وما يدوها. ايوا خبرني واه كيف ما عيطوا مش هادو جوج لعابه ايه كيفه يبدي هذي على بالك بلي بنادم يهدر لك هذا الهدرة، إيه الشؤم دايما الشؤم دايما، هو أنا على بالنا جاي، هو جاي ضد لقجع، هو ضد لقجع، على بالنا ضد لقجع، هو كان يلعبها يشكر فينا إحنا الجزائر باش يخدموا خدمتهم وصايب باش يخدم خدمته، يعني خدمة شنيا، لا كانوا جايبين مشروع هذا مكان. كانوا جايبين مشروع برك، هذه هي كانوا جايبين مشروع برك، هذا ما عنده كيف قلنا لهم بالمشروع تاعو عطاها راح اقول له عاود يولي ويجي اقول يدخل الجزائر، ما غاديش يدخل الجزائر خاطر علاه فقنا بذاك المشروع تاعه، مشروع هو وصحابه، هذا مكان يصير علينا حنا يا ولد، بس صح هذاك مزراوي هذاك زعيم، ذاك مزراوي زعيم ولا زعيم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله
اللي مشي ابوني معنا ودائما معكم بجديد، وربي يحفظكم ويحفظنا. صحيح.